بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في ديوانية آيات الشهرية التي تعقد الثلاثاء الأخير من كل شهر مع أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. قبل أن نرحب بضيفنا وشيخنا الجليل، لا ننسى ولا يفوتنا أن نشكر الإخوة في ديوانية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي على الاستضافة والتكريم وتجهيز المكان، فلهم منا أجزل الشكر وأوفر الدعاء. باسمي وباسمكم جميعا وباسم مجموعة آيات، نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حسن بن عبد الحميد بخاري، إمام المسجد الحرام بمكة المكرمة، ضيف هذا المساء، والذي سيتحدث مشكورا عن التأصيل العلمي لقارئ القرآن. إن أذن لي صاحب الفضيلة ويشاهده الآن الآلاف من خلال قناة آيات وموقعها الفضائي ومن خلال مواقع التواصل التي أعلنا عنها، فهناك من يعني استعدوا لهذه الساعة ليسمعوا وليستفيدوا بإذن الله مما ستطرحون أحسن الله إليكم في نصف دقيقة. وسيرتكم أعطر وأطول، لكني حاولت أن أتي برؤوس الأقلام. الشيخ حسن بن عبد الحميد بن عبد الحكيم بخاري هو أستاذ مشارك بمعهد اللغة العربية بجامعة أم القرى، وهو رئيس القسم حاليا. حصل على شهادة البكالوريوس في عام 1400 من الهجرة من كلية الشريعة في تخصص الفقه، وحصل على الماجستير والدكتوراه من نفس الجامعة في أصول الفقه. لصاحب الفضيلة الدكتور حسن عدد من الدروس في المسجد الحرام، وهو مستشار متفرغ في رئاسة الحرمين بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وله وفقه الله العديد من الدورات والمحاضرات داخل المملكة وخارجها. لا أريد أن أستأثر بالحديث، ف جئتم كلكم وتسمر الإخوة والأخوات أمام الشاشات ليسمعوا حديث شيخنا حول التأصيل العلمي لقارئ القرآن، والكلمة لكم صاحب الفضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والكرم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، خير الناس من عرب ومن عجم، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ما تتابع الناس إلى يوم الدين، أما بعد، فبين يدي هذا اللقاء أجد نفسي بالضرورة محتاجا إلى أن أبذل الشكر لأهله بعد شكر الله سبحانه وتعالى. هذا اللقاء الماتع الحافل أنا مغتبط به أكثر من غبطتكم به أيها الكرام، ذلك أنني أجد من الأنس الذي يحدوني إلى إجابة أي مأدبة يجتمع عليها أهل القرآن لما فيها من كرامة القرآن، وما خص الله عز وجل به هذه الفئة الشريفة من الأمة بشرف ما أودع الله عز وجل في صدورهم من كتاب الله الكريم. الشكر لأخي فضيلة الشيخ ناصر حفظه الله تعالى على الدعوة والاستضافة والحفاوة، على هذا اللقاء الماتع، على هذا الجمع المبارك من هذه الوجوه الكريمة والكوكبة الشريفة من طلاب العلم وأهل القرآن والمهتمين بشأن القرآن وعلومه ومسائله وما يتصل به. من غير إطالة في هذه المقدمات أحبتي الكرام، في مجلس كهذا يحمل عنوانا عظيما كالذي سمعتم قبل قليل، التأصيل العلمي لقارئ القرآن، دعونا نتجاوز المقدمات إلى صلب الموضوع. من أين نشأ هذا الموضوع؟ وما الحاجة إليه؟ وما الذي يدعونا إلى أن نعقد مجلسا ندير فيه الحديث عن قضية كهذه تربط بين صاحب القرآن لحفظه للقرآن وبين عنايته بتأصيل العلم الشرعي الذي جاء به القرآن
وجعله الله عز وجل أوفر ما يكون في كتابه الكريم سبحانه وتعالى. نتحدث إذن عن حاجة، لأنه الأصل أن يكون علم الشريعة مستودعا في كتاب الله. إذن فما الفرضية التي جئنا نتحدث عنها في الفصام النكد بين الاقتصار على كتاب الله الكريم حفظا وإتقانا وضبطا وأداء، وبين العناية بفقه الشريعة وإدراك مقاصدها ومحاولة الإفادة مما أودع الله في كتابه من الحكم والأحكام والأسرار والمقاصد، ليكون هذا القرآن كما أراد الله سبحانه منهاج حياة ودستورا للأمة، ومفتاحا تحل به المشكلات، وعلاجا تداوى به الأسقام، وقل ما شئت مما جعل الله عز وجل في أوصاف القرآن في القرآن، حتى إنه لا تجزه في كلمة واحدة أن يكون روحا كما أراد الله. فجسد بلا روح يغدو جثة هامدة، ومؤمن بلا قرآن تفارق روحه الجسد، فليس له من الحياة إلا القدر الذي تشترك فيه معه باقي المخلوقات الحية، ليس الطعام والشراب والانتقال والمنام واليقظة والنكاح والتناسل، ليس هو وصف الحياة الحقيقية التي خلق الله أهل الإيمان عليها، لكنها الحياة بالوحي الذي أنزل الله. وقد وصف الله سبحانه وحيه بقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فعندما نتحدث عن ما أودع الله في كتابه من المعاني، فإنها فعلا هي المنشأ الذي تدب به الحياة في قلب العبد المؤمن المقبل على كتاب الله الكريم. فأصل العلم ما أودع الله في كتابه، ولن يجد متعلم مقبل على فقه الشريعة وعلم الحلال والحرام والدلالة على مقصود الله من الخلق إلا أن يكون في كتاب الله عز وجل المنطلق والمبدأ والمنتهى. فسؤالي هو: هل نتحدث عن مشكلة قائمة أو عن فرضية نسعى للحديث تجاه الحيلولة بينها وبين وقوعها؟ الحق يا كرام إننا ما اجتمعنا ولا تلاقينا إلا لمحاولة في استدراك لخلل ومعالجة زلل ليس حديث النشأة، وليس هو موجودا في الأمة في عصرنا الحاضر فحسب، لكنه شيء بدأ يظهر ويتراكم ونحن نجد آثاره. لن نصف هاهنا عيبا يا كرام نرمي به على الآخرين، نتحدث عن أنفسنا بالدرجة الأولى، وما نجد حقيقة في دواخلنا من القصور الذي هو دون المأمول بكثير. كيف يعني؟ يشرف صاحب القرآن بأن الله عز وجل اختاره ليكون حافظا لكتابه، هذا وحده شرف لا غبار عليه. والله حسب العبد أن يشعر أن الله عز وجل لما اختار من قلوب عباده على كثرة ما خلق الله من البشر أنه اختار قلبه ليجعله مستودعا لكتابه. حسبه بهذا والله شرفا، وحسبه بهذا فخرا يقتات عليه حتى يلقى الله. لكن هذا الفخر وهذا الشرف الذي نستصحبه نستصحب بإزائه معنى آخر: أما تكفل الله عز وجل بحفظ دينه؟ ودينه كتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الوعد الإلهي الحق الكريم المؤكد في الآية بمؤكدات متعددة: إن للتوكيد، ومؤكدة بناء الدالة على الفاعلين، ثم بالضمير المنفصل نحن، ثم بالفعل المشدد المضاعف نزلنا وإضافته إلىنا، إلى آخر ما في الآية. هذا الحشد من التأكيد الذي وعد الله فيه سبحانه بحفظ الذكر، والذكر في أعظم صوره وكتابه الكريم سبحانه وتعالى. أما شعر صاحب القرآن أن من أسمى وجوه الشرف والفخر أن الله استعمله ليحقق به وعده الكريم، فجعل الله حفظة القرآن في الأمة أداة يحقق بهم وعده الحق سبحانه في حفظ كتابه على مر الأجيال. وكنا ولم نزل نرى صغار الأمة قبل كبارها، وعجمها قبل عربها، ومن يفهم ولا يفهم العربية يقبلون على حفظ القرآن ويتقنونه أيما إتقان، العوام والصبيان والأعاجم من يفترض فيهم للوهلة الأولى أنهم أبعد الناس عن حفظ
كتاب الله الكريم على تعداد سوره وأجزائه وآياته، إلا أن الآية تحققت بمثل هؤلاء قبل غيرهم، فما ظنك بالكبار والعرب والمتعلمين؟ نحن نتحدث يا كرام عن وجه شريف عظيم جليل، والله جعله الله عز وجل كرامة لأهل القرآن بحفظهم للقرآن الكريم، غير أن حديثنا يا كرام عن هذه الزاوية من محاولة لاستدراك الخلل ليس نظرة تشاؤم، لكننا نشكو قصورا. هذا الشرف العظيم بحفظ القرآن وما أودع الله في كتابه من العلوم والمعارف، هل يجد صاحب القرآن بحفظه للقرآن هذا المعنى الكبير الكريم وهذا التراث العلمي وهذا المكنوز الكبير في كتاب الله بحفظه؟ الجواب لا، أن الحفظ وحده مجردا ليس هو الذي يقود حافظ القرآن إلى ما أودع الله عز وجل في القرآن، هذه واحدة. فإذا أضفت إليها الممارسة التي نشأنا عليها في أنماط تقليدية في أوساط واسعة في أمة الإسلام، عندما يكون طريقة التعامل مع كتاب الله الكريم مقتصرة على الاستظهار للآيات والسور والحفظ المتقن والقوة على ضبط المتشابهات وعدم الخطأ وإتقان التلاوة وكثير مما يقال في وجوه الأداء والعناية بتحصيل الروايات والقراءات، هذا القدر هو الذي دعني أقول طغى على كثير من الأوساط التي اشتغلت بتعليم القرآن وإقرائه وحفظه. فمن ثم ألفينا عددا غير يسير ممن فتح الله لهم أبواب حفظ القرآن وضبطه وإتقانه هم دون المأمول في إدراك ما أودع الله في صدورهم من العلم الضخم بحفظهم للقرآن الكريم. فكان الحديث عن هذا المعنى وكيف نلتفت إليه وكيف نعالجه. لنعود إلى الموضوع من البداية، كيف ابتدأ تعامل البشر مع القرآن أول ما أذن الله بالقرآن للنزول على البشر؟ ما الذي تعامل به الصحب الكرام؟ ستجد أنهم كانوا يتتبعون الوحي أول نزوله فيأتون إليه فيفتحون له قلوبهم قبل آذانهم وتستوعبه عقولهم وأفكارهم فيتحول إلى ما يحملهم على العمل. أما قال عبد الله بن عمر: كنا نتعلم القرآن عشرا عشرا أو عشر آيات عشر آيات لا نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من الإيمان والعلم، قال: فتعلمنا الإيمان والعلم والعمل جميعا. هذا المنهج الذي درج عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم ورثوه لمن جاء بعدهم، فوجدت أجيال التابعين فمن تبعهم إذا وصف أحدهم بعلمه بالقرآن أو بحفظه لا تلفيه إلا ذلك الحافظ العالم بكتاب الله وعليه نزلت نصوص الشريعة. وهذه النقطة الثانية التي أردت في العودة إلى النشأة للبداية أن ألفت الأنظار إليها. نصوص الشريعة أحبة الكرام التي جاءت بفضل صاحب القرآن وحامل القرآن والمتعلم للقرآن ستجدها جاءت على ألفاظ كانت مقصودة، منها التعلم والقراءة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. لاحظ معي، هذه الأجور جاءت مترتبة على التعلم والتعليم وعلى القراءة. السؤال هو: أي تعلم وأي تعليم؟ عندما نصر على أن نبقى في مواضعنا دون تقدم سنفسر التعلم هنا بتعلم القراءة واللفظ والتكرار نقطة ونقف، والتعليم هو كذلك. ما الذي جعلنا نضيق الدائرة ولا نفهم من التعلم تعلم القراءة والإيمان والعلم والعمل كما يقول ابن عمر رضي الله عنهما؟ هذه واحدة، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. تلاحظ النصوص جاءت بمصاحبة القرآن، يقال لصاحب القرآن: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه. السؤال أيضا: من هو صاحب القرآن؟ لطالما ظللنا أيضا بإصرار نفسرها على أنه الحافظ الذي أكمل حفظ القرآن وضبطه وصار من الحفاظ المتميزين الذي قلما يخطئ
ونزلنا عليه وصف صاحب القرآن. السؤال: هل مجرد الحفظ وضبط الآيات، وأرجو ألا يفسر الكلام على طول المجلس بانتقاص أو استقلال لحفظ القرآن وضبطه، حاشا والله، وقد صدرت بأنه يكفي من الشرف أن يستشعر صاحب القرآن الحافظ له أن الله اختار قلبه ليكون مستودعا لكتابه في الوقت الذي يتمنى فيه أعداد البشر بالملايين في الأمة أن يحفظوه، فلم يكتب الله لهم ذلك. حسب هذا من الشرف، لكن لا يعني هذا أن نغض الطرف عما نريد تسليط الضوء عليه للحديث عنه بجلاء. إذن نتحدث عن وصف صاحب القرآن، هل هو فقط الحافظ الذي أتم 30 جزءا من الفاتحة فالبقرة إلى سورة الناس، ضبط المتشابهات وأتقن قواعد الأداء وعرف أحكام التجويد وربما اتسعت الدائرة فحصل الروايات واستجاز في القراءات، هذا القدر هو وحده الذي يعطي صاحبه وصف صحبة القرآن وأنه صاحب القرآن؟ هي لا شك مرتبة من مراتب الصحبة، لكن أن نحصر المفهوم فيها فقط فلا. يعني دعني أقول لك، ماذا عن مسلم محب لكتاب الله يعيش يومه وليلته مع القرآن غير أنه ليس حافظا؟ لا يحفظ ولم يتم 30 جزءا، يحفظ آيات من هنا وهناك، لكنه يعيش حقيقة، يعيش حياته مع القرآن تدبر وفهم. وإذا وقف خلف الإمام في الصلاة أضحى ما يدركه من المعاني وفقه الآيات وتدبر الإشارات أعظم من ذاك الذي قد حفظ القرآن كاملا. وله من العناية بالقرآن والورد اليومي الذي لا يغيب عنه ولا ينقطع أحيانا أكثر من بعض من أكرمه الله بحفظ القرآن. لماذا ضربت هذا المثال؟ لأنه موجود وليس قليلا أو نادرا في الأمة، ليسوا حفاظا بمعنى الحفظ الذي نتكلم عنه، ومع ذلك أتراه بعد هذا الوصف بمعزل عن أن يكون أحد أصحاب القرآن؟ يا كرام، لست هنا بصدد يعني سرد هذا وما قاله شراح الأحاديث في وصف صاحب القرآن ومن هو وهل يدخل فيه غير الحافظ أو لا يدخل، الكلام في هذا معلوم لدى كثير منكم. الذي أريد تسليط الضوء عليه، متى بدأ هذا الفصام بين الحفظ والعلم بالقرآن؟ حفظ القرآن الاقتصار على هذا الحفظ المجرد، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما الذي جعل الفقهاء في قول أكثرهم أنه ليس المقصود هنا الأكثر حفظا، وإن قرر هذا ابن قدامة في المغني، لكن الأكثر منهم يرون أن الأقرأ هنا هو الأعلم بالقرآن. يعني لو ترددنا بين اثنين أحدهما يحفظه كاملا ككثير من صبياننا وصغارنا ما شاء الله، وبين آخر صاحب علم يحفظ من القرآن دون التمام لكن له من الفقه والعلم بالأحكام أكثر من الأول، يجعلون الأعلم بالقرآن مقدما على الأحفظ. هذا الذي عليه كثير من الفقهاء، ما الذي جعلهم يحملون هذا الوصف أم القوم أقرأهم لكتاب الله على معنى العلم؟ الذي حملهم أن وصف القراء كما يقرر الذهبي وقبله كثير من العلماء أن وصف القارئ والقراء زمن النبوة ما كان يطلق على الحافظ الحفظ المجرد أصلا، ما كان في زمن الصحابة من يحفظ حفظا دون فقه ولا علم ولا فهم ولا تدبر. ما الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يستصعب في أصعب موقفين في حياته قصة بئر معونة وما حصل في مقتلة 70 من أصحابه؟ قال: من القراء، لأنه فقد ثروة في الأمة، فقد ركيزة ضخمة، ليس لأنها تحفظ القرآن بل لأن معها من القرآن والعلم به ما جعل فقدهم في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم عظيما، وأنه خسر في أمته هذا الرصيد الكبير. فلما تبحث في النصوص ثم في تطبيقات الفقهاء في فهم معنى القراءة والصحبة للقرآن، تجد أنه لم يكن هذا أبدا منفصلا بحال بين الحفظ للقرآن وبين العناية بعلم ما فيه، وهذا الذي نقصده في مجلس الليلة بالتأصيل العلمي لقارئ القرآن بحفظه لكتاب الله الكريم. سأضيف نقطة أخرى هنا في هذا العودة التاريخية، القراء المشاهير في الأمة يا كرام، وإذا قدر لك أن تفتح بعض كتب طبقات القراء كما فعل ابن الجزري مثلا وكما فعل قبله الذهبي وعدد ممن كتب في تراجم القراء، يدهشك أنك تجد في كثير من أسمائهم
مع أن بعضهم من المتأخرين الذين انحصروا في العناية بالقرآن والإقراء والروايات، لكنك تجد خصوصا في الطبقات الأولى أن القراء الذين تعود إليهم الأسانيد ما كانوا قراء بهذا الوصف الذي هو الانحباس على مجرد الإقراء والقراءة للقرآن، بل تجد فيهم الفقهاء والعلماء والأدباء والشعراء، وتجد فيهم كثيرا ممن تعاطى العلم فضبطه وأتقنه. لا تذهب بعيدا، هؤلاء القراء السبعة، البدور السبعة كما يسميهم الشاطبي، هذا أبو عمرو البصري إمام البصرة في النحو، وهو قارئ تعود إليه أسانيد القراء فيما أخذ عنهم للروايات. وهذا الإمام الكساء إمام نحو، ولن تذهب بعيدا عن ابن كثير ولا ابن عامر ولا عدد، الحقيقة ستجد في تراجمهم عنايتهم الكافية الوافية بالعلم الذي تبوأوا به أعلى المراتب وتشرفوا به في أسمى المناصب مع كونهم أهل القرآن. الذهبي رحمه الله، سأنقل لكم يعني عبارة له في عتبه في نقده لأهل القرآن الذين اقتصروا. الذهبي فقيه محدث إمام مؤرخ، ومع ذلك حافظ للقرآن، وكان من المحصل للقراءات إجازة وإسنادا، وهكذا كثير الحقيقة. تجده مشهورا بالحديث والتحديث، مشهورا بالعناية بالتفسير وعلوم القرآن، معروفا بعنايته باللغة وعلوم النحو، ومع ذلك فهو ممن يحصل القرآن والقراءات. بل لا يخفاكم يا كرام، كما وصف ابن خلدون في ما جرت عليه أمصار المسلمين، ألا يأذنوا لأحد بتعلم العلم قبل حفظه للقرآن. فكان حفظ القرآن مرتبة أولى من مراتب طلب العلم، ولم يكن المرتبة الأولى والعتبة التي يقفون عندها، لكن انطلاقه من العلم كان من بوابة حفظ القرآن. بل ما كان يؤذن لطالب علم أن يجلس في مجلس الحديث أو في حلقة الفقه إلا إذا علم أنه قد أتم كتاب الله عز وجل، ولا يأذنون له بالبدء في درجة من مدارج الطلب قبل حفظه وإتقانه لكتاب الله الكريم. إذا وقفنا على هذه المعاني يا كرام، فأذنوا لي أن أنقل لكم نصوصا لبعض السلف في النظرة الواسعة إلى مفهوم حفظ القرآن وصاحبه وما الذي ينبغي له. يقول قتادة رحمه الله: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. من أين جاء بهذا؟ يقول: لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. أجيبوني يا كرام، من أين أخذ هذا المعنى؟ تفضل يا شيخ. فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا. جميل. وماذا أيضا؟ أحسنت. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقوله أيضا صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. جميل. إذا تفهمك هذه النصوص أخي الكريم أن الإقبال على كتاب الله والاشتغال به، وأن موقف العبد من كتاب الله سيتردد بين أمرين. ولهذا قال قتادة ما قال رحمه الله. يقول الحسن البصري رحمه الله في مزيد من إيضاح معنى العناية بالقرآن وحفظه، يقول رحمه الله: أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. أرأيت كيف يفهم ويفهم الأجيال أن مسألة أخذ القرآن وضبطه وإتقانه تتعلق بجانبين. يقول: لقد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا، وقد والله أسقطه كله. ثم يقول: ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل، حتى إن أحدهم لا يقول: إني لأقرأ السورة في نفس. يعني من شدة الضبط والإتقان هو قادر على أن يقرأ السورة كاملة بنفس واحد. إلى أن قال رحمه الله: والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة. متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. هذا كلام من زمن مبكر. إذن الإمام الحسن البصري رحمه الله ربما وقف على نماذج لهؤلاء من وقت مبكر، ويرون أن الاقتصار على كتاب الله بمجرد القراءة والحفظ
مع الإخلال بجانب العمل وبجانب تحصيل العلم الذي هو مصباح العمل مزلة، بل كانوا كما يرون يعني هذا التشنيع الشديد هو إشارة إلى هذا الانفصام الذي جاء مبكرا. يقول الحافظ الإمام ابن العربي رحمه الله المالكي، يقول: ولكن لما صارت هذه القراءة صناعة، يعني لما تحولت إلى حرفة وصارت صنعة أشبه ما يشتغل بها صاحبها يستكثر بها دون غيرها ولا يحرص على أن يتقدم عليها مزيدا، يقول: ولكن لما صارت هذه القراءة صناعة رفرفوا عليها وناضلوا عنها وأفنوا أعمارهم من غير حاجة إليهم فيها، فيموت أحدهم وقد أقام القرآن كما يقام القدح لفظا وكسر معانيه كسر الإناء فلم يلتئم عليه منها معنى. من قديم الإمام الذهبي أيضا يقول في زغل العلم، وهي رسالة صغيرة لطيفة بيّن فيها ما أخذه على طلبة العلم بمختلف العلوم وما الذي ينتقده على كل فئة. ابتدأ رحمه الله بالقراء، أول ما صدر الرسالة حمد الله ثم قال: اعلم أن في كل طائفة من علماء هذه الأمة ما يذم ويعاب فتجنبه. كان قاسيا ربما في العبارة، وقد نقد القراء والمحدثين وسائر المهتمين بالعلم لأنه وجد في فئام منهم من وقع في شيء من الزغل الذي حذر منه في رسالته رحمه الله. فماذا قال عن القراء؟ قال رحمه الله: فالقراء المجودة، وليتحمل هذا القراء، يقول: فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى ويصرفه عن الخشوع في التلاوة لله ويخليه قوي النفس مزدريا بحفاظ كتاب الله تعالى، فينظر إليهم بعين المقت وأن المسلمين يلحنون وبأن القراء لا يحفظون إلا شواذ القراءة، فليت شعري أنت ماذا عرفت وما علمك، وأما عملك فغير صالح، وأما تلاوتك فثقيلة عرية عن الخشية والحزن والخوف، فالله يوفقك ويبصرك رشدك ويوقظك من رقدة الجهل والرياء. ثم قال: وضدهم قراء النغم والتمطيط، ثم عاب عليهم هذا الزيادة في مقادير القراءة واشتغالهم بها وأنه لا يعدم أحدهم ربما من أثر الخشوع. على كل، أردت أن أقول إن أسلافنا الكرام رحمة الله عليهم أدركوا هذا من وقت مبكر، وأن ثمة خللا موجودا ليس من اليوم كما أسلفت لكنه موجود وقائم. دعنا نتحدث عن أنفسنا بالدرجة الأولى، ما السبيل إلى أن ينأى الحافظ الذي أكرمه الله عز وجل بحفظ القرآن فاصطفاه الله فانضم بكل شرف وفخر واعتزاز إلى قافلة القراء في الأمة وأصبح أحد نجوم سمائها المتلألئة التي تتصل بكل اعتزاز بسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربطهم حلقة بعد حلقة عبر الأجيال، فيأخذ القرآن ثم يورثه كما أخذه، وينتقل كتاب الله عز وجل عبر أجيال الأمة من خلال الحفاظ والقراء في الأمة. إذا استطعنا في الدقائق السابقة توصيف هذا الوضع الذي نحن نتحدث عنه، فليكن الحديث الآن في ختام المجلس يا كرام عن كيفية استدراك هذا المعنى، وكيف للواحد منا أن يفتح الله عز وجل له الباب الذي يلج منه للعلم بالقرآن مع قراءته وفهمه وتدبره. عموما ليس هذا الموضع بخفاء وليس بحاجة إلى حديث مثلي أن يقال فيه إن كتاب الله عز وجل يمكن أن يحصل فيه صاحبه العلم مع القراءة من وجوه شتى، لكن حسبي أن أشير في نقاط ثم أفيد من إثراء الإخوة الحاضرين والمشاركين ولا يعدمون فضلا وخيرا وعناية واهتماما بكتاب الله الكريم، ويكمل الحديث بكلام الجميع إن شاء الله. أول ذلك أحبة الكرام القناعة الوافية الكافية أن الاقتصار على الحفظ ليس وحده المقنع الذي يجعل صاحب القرآن وحافظه في كوكبة من يسمى بالقراء في تاريخ الأمة ومن هم أهل القرآن ومن هم من أصحاب القرآن حقيقة. فإذا وقف على الحقيقة تحرك، وإذا اقتنع بالمسألة ابتدأ يتحرك في المسارك التي تجعله أرقى من الاقتصار على حفظ القرآن واستظهار كلماته وحروفه.
النقطة الثانية التي أشير إليها باهتمام: كتاب الله عز وجل وحده علم، وقراءة القرآن وما فيه من المواعظ والعلم والأحكام وحدها باب من أبواب زيادة الإيمان، لكنها بصراحة لا تنفتح أبوابها إلا لمن فتح له قلبه. فنقبل على القرآن وقد أغلق الأبواب، والله قد قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا والله، ما حرم الله عبدا من بركة كتابه سبحانه إلا من صرف قلبه عن المعنى والتدبر. لما أنزل الله كتابه وصفه بالبركة قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ثم جاء التعليل واضحا ليدبروا آياته. فالعجب أن الغاية التي من أجلها أنزل القرآن انصرف عنها فئام من قراء القرآن، والغاية التي تكفل الله عز وجل بها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أوغلوا بالاشتغال بها والانهماك فيها، فما تكفل الله عز وجل به أنهكوا واستهلكوا فيه الجهد والوقت والعمر، وما أنزل الله القرآن لأجله صرفوا له الفضلة من الوقت ونثار الجهد، ونحن نحتاج إلى تصحيح المعادلة من جديد. كتاب الله محفوظ بل ميسر كما قال الله: ولقد يسرنا القرآن للذكر. هي بحاجة إلى أن ننظر في تعلمنا وتعليمنا، هي دعوة يا كرام لكل مسلم يقبل على كتاب الله. قبل أن تفتح المصحف افتح أبواب قلبك. لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي، كم مرة تصورنا وصف الربيع هذا؟ وصف الربيع بجماله، بخضرة أشجاره، بنسمته العليلة وقطرات المطر والمهل الماء الجاري والنسمة العليلة. هذا الوصف البديع للقرآن بأنه ربيع للقلب. هل نشعر به حقيقة كلما جالسنا القرآن ففتحناه لنقرأ وردا أو لنصحح تلاوة أو لنعلم طالبا؟ كم مرة شعر أحدنا أنه في الوقت الذي يجلسه مع القرآن أنها جلسة ربيع لا يحب أن تنقضي؟ هذه لا تتأتى بمجرد التكرار للألفاظ والعبارات دون ما فتح القلوب لها. فأنا أركز ثانيا هنا على أن تكون الخطوة العملية هي الإقبال على القرآن في جلسته وقراءته ومراجعته وتعلمه وتعليمه، مبنية على فتح أبواب القلب للقرآن لفهمه وتدبره. النقطة الثالثة مترتبة على الثانية: لن يؤتى عبد تدبر القرآن وفهمه إلا إذا عرف معناه. والقرآن بالنسبة لنا معشر العرب ثلاث مراتب. المرتبة الأولى: لفظ عربي واضح ليس فيه غرابة ولا يحتاج إلى تفسير، الحمد لله رب العالمين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وهذه العبارات مع وضوحها فإنها تزداد تجليا في القلب إذا اتجه إليها القلب بإمعان وتعامل معها بمزيد من انفتاح العقل والفكر والفؤاد. المرتبة الثانية من الآيات ما هي واضحة لكنها لا تحتمل الاجتهاد في فهمها دون سياقها والاتكال على الفهم المجرد دون الرجوع إلى معناها. والمرتبة الثالثة الألفاظ الغريبة: أعوذ برب الفلق، ما الفلق؟ غاسق إذا وقب، تسقى من عين آنية، وهكذا. فهذه وقد فسرت معانيها ومصنفاتها وكتبها كثيرة مبثوثة، الوقوف عليها مطلب للوصول إلى الفهم السليم والتدبر. النقطة الرابعة في هذا السياق: أن يكون لطالب القرآن وحافظه ومتعلمه منهج أساس رصين يطلب فيه العلم المرتبط بكتاب الله. دعونا نقول: لما لا نجدول برامجنا في حلقات تحفيظ القرآن ومشاريعنا مع أنفسنا مع أولادنا البنين والبنات؟ لما لا نعود مرة أخرى إلى أن نجعل حفظ القرآن مرتبة تدفع صاحبها إلى التي تليها؟ فإنه يتعلم مع القرآن مسائل العقيدة الأساس، ويتعلم معها مفاتيح الفهم الإجمالي لكتاب الله وكليات القرآن وقواعده المضطردة، ويمر بالقرآن في أبواب الهداية، ويجد في القرآن أيضا العلاجات لكثير من أسقام البشر وأدواء القلوب، وهكذا. حسب صاحب القرآن مع حفظه للقرآن ولو كان على صغر سن، وهذا والله يا إخوة بالمقدور وفي الإمكان، أن يتأتى للصغير وهو يحفظ القرآن إدراك بعض المعاني الكلية في القرآن، وأدنى ذلك أن يستوعب مع حفظه للقرآن شرف القرآن وبركته وأوصافه العجيبة التي أودعها الله في القرآن،
فيمر بالآية فيسمع قرآنا عجبا. ما العجب في القرآن؟ وهذا ذكر مبارك، ما المبارك؟ ما وجوه البركة في القرآن؟ وهو يمر بقوله سبحانه وتعالى: ولكن جعلناه نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أي نور المقصود، حسي أو معنوي؟ في كلام الله سبحانه من الأوصاف شفاء وهدى ورحمة، هذه المعاني حسبه أن يتدبرها ويفهم أن يلقنها كما يلقن الآية. هذا جزء من التعلم الذي يرتبط بالقرآن. النقطة الخامسة: ما في القرآن من العلم كثير غزير وفير، لكن له رؤوس وله أمهات وله قواعد، أجلها فيما أودع الله في كتابه العلم به سبحانه. وهذا أكبر بوابات العلم في القرآن التي جعلها الله في القرآن، أن يكون الحد الذي يجده صاحب القرآن تحصيل العلم بالله. ثم إذا عرف الله وقد ملأ قلبه وزرعه تعظيما لله، وجدت أثر الخشية والخشوع معه في تلاوة القرآن، فيتأثر والله إن سمع الآية مع كثرة ما يقرأها ويسمعها ويعلمها ويتلوها، إلا أنه لشدة تعظيمه لله بقدر ما وقر في قلبه من الوقوف على المعاني تجد المعنى متجددا عنده. يعني لما يقرأ قارئ قرآن فيمر بقول الله سبحانه في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقول أحدهم وقد صلى خلف إمام، يقول فإذا به ينتفض لما جاء للآية وما استطاع أن يكمل من شدة تأثره، ولصدره أزيز كأزيز المرجل. يقول فجال في ذهني ما موطن الخشوع في الآية، حكاية مقولة كافرة لفئة ضالة من النصارى أله عيسى عليه السلام وجعلوه ثالث ثلاثة، وصفوه بأنه ابن الله تعالى الله، لكنه استعظم هذا المعنى في جناب الله فما استطاع أن يكمل الآية. قريب منه ما حكي عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لما جلس في المسجد النبوي يدرس التفسير في مجالسه العامرة، فجاء إلى آية الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والموقف يحكيه الشيخ صالح المغامسي وكان حاضرا ذاك المجلس. يقول فاستفتح الشيخ بعد صلاة المغرب والمجلس إلى العشاء، يقول فلما جاء وقرأ صدر الآية: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وجاء يشرع في بيانها وتفسيرها، أدركته العبرة فنكس رأسه وجلس يبكي. يقول واستمر هكذا حتى أذن العشاء. يقول ما استطاع أن يستوعب أن بشرا يبلغ به الجرأة أن يفسد شيئا أصلحه الله. يخي أي جلال لتعظيم الله في القلوب! صدقوني والله بيسع كل واحد منا أن يزرع في قلب هذا المعنى الكبير من تعظيم الله بقراءته للقرآن. يا رجل، كم مرة قرأنا أواخر سورة الحشر؟ هذا السرد المتتابع لأسماء الله الحسنى تباعا، أين المبتدأ وأين الخبر؟ أما فهمنا طالما قرأنا أن الله سبحانه يقول لعباده: أنا الرحمن الرحيم، أنا الملك، أنا القدوس؟ الله يعرفنا بنفسه. والله إن صاحب القرآن بورده وكثرة قراءته لينبغي أن يكون أعلم البشر بالله وأعلم الناس برب الناس، لأنه أكثر من يقرأ أسماء الله وصفات الله وعرف معانيها وتدبر فيها، وله في كل مرة يعود إلى الآية معنى متجدد، وله فيها أيضا إطلالة، وله فيها إضافة، فيحصل له من العلم بمعان الله ما لا يحصل لغيره. تأتي المرأة التي تشتكي زوجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الظهار، فتنزل الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. متى انتبهنا والتفتنا إلى أن الوحي لما نزل، وعائشة رضي الله عنها تقول إنها جاءت في حجرتي وليس بيني وبينها إلا ستار، وإنه لا يخفى علي بعض كلامها وأسمع بعضه، فينزل الله: قد سمع الله. تقول فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات. متى التفت إلى أن الآية لما جاءت ابتدأت بقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير؟ يا أخي، لما التأكيد على صفة السمع المحيط لله ثلاث مرات في آية واحدة بين يدي تقرير الحكم الشرعي؟ ثم جاءت الذين يظاهرون منكم، تبشيع القول منكر وزور، ثم جاءت الكفارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. أما فهمت أنه يا عبد الله
قبل أن تعرف الحلال والحرام وحكم الله الواجب عليك امتثاله، اعرف من هو الله، املأ قلبك بعظمته. هذا الطريق المعبد والله للامتثال، للسلوك الأقوم، هذا هو الطريق. فأقول أحد الأبواب العظمى التي يحصل بها صاحب القرآن تأصيلا علميا هو العناية بما في كتاب الله، وهذا باب متسع. أختم بنقطة حتى لا يدركنا الوقت يا كرام، المناهج العلمية التي يسلكها طلبة العلم في المعاهد، في المدارس، في الأكاديميات، برامج واسعة. بالضرورة أن نتنادى اليوم إلى أن حفظ القرآن جلالة وشرف وتحصيل لأصل العلوم ودخول من بابه الأم، لكنه ينبغي أن يتبع بمزيد من البرامج، من المناهج، من الخطوات التي تسلك بصاحب القرآن نحو الخطوات المتقدمة. كم تقر الأعين والله بحافظ قرآن إذا تقدم فأما في المحراب، يتعلم الناس من صلاته وصفة ركوعه وسجوده لا من قراءته فحسب، فيتعلمون منه الهدي النبوي في الرفع من الركوع وفي السجود وفي الجلسة وفي السهو، لأنه عالم وحصل من فقه الشريعة وأحكامها. كذلك إذا خطب، كذلك إذا صلى التراويح، يا أخي تلاوته، وقفه وابتداؤه، فهمه لمعاني الآيات هو انعكاس لرصيده من العلم. كم مرة سمعت آية وقرأت لكنك تصلي بها خلف إمام، فإذا بك كأنك تسمعه لأول مرة، من جودة قراءته، من وقفه الذي فتح لك في الآية معنى جديدا، أحيانا لا من هذا ولا ذاك، لكن من نبرة إيقاعه للآية، فيقرأ لك آية فيها تعجب فيفتح أذنك على معنى التعجب في الآية والاستنكار والسؤال وشيء كثير من المعاني التي يعرفها القراء في هذا الباب. المقصد أن ربطها يتحصل بمزيد من العناية بالعلم الشرعي. خلاصة الكلام يا كرام، هذا باب كبير متسع، حسبنا التواطؤ على اتفاق بكلمة سواء أن حفظ القرآن مرتبة شريفة جليلة وقدر عظيم يشرف به صاحبه، وإذا لقي الله وفي صدره كتابه سبحانه فإنه يحسن ظنه بربه أن يلقى الكرامة التي وعد الله، لكن فوق ذلك مراتب نحن نطمع في أن نصل إليها يا أهل القرآن ومعشر الحفاظ، وأن نكون في نظر الأمة كلها إذا ما وصف أحدنا بالقرآن اجتمعت في ذهن الناظرين تلك الأوصاف الشريفة من العلم والفقه والإجلال والتعظيم لعلوم الشريعة وتحصيلها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونجعلني جميعا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.